أظهرت أرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة جودي أن الصادرات السعودية من النفط الخام انخفضت في كانون الثاني الماضي للشهر الثاني على التوالي، كما أعلن العراق من جهته خفض صادراته من الخام في الأشهر المقبلة. وكان تحالف أوبك بلس قد اتفق هذا الشهر على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بواقع 2.2 مليون برميل يومياً في مسعى لدعم الأسعار. تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديم أكثر من 6 مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة بهدف زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، خاصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية. ويعتمد برنامج تمويل سياسات التنمية على تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة العمل ودعم التحول الأخضر. يسعى أكبر بنك تجاري في إثيوبيا جاهداً لاسترداد أكثر من 40 مليون دولار سحبها عملاء البنك عن طريق الخطأ بعد خلل في أنظمة البنك، وبعد انتشار أخبار الخلل عبر تطبيقات المراسلة. تشكلت طوابير أمام أجهزة الصراف الآلي في الحرم، وسرعان ما قام البنك بتجميد جميع المعاملات المالية والتحويلات المصرفية.